نظرية الانجراف القاري، كيف تتجمع القارات وتتفرق؟ زحزحة القارات هي نظرية تفسر كيف تغير موقع القارات وتغير على سطح الأرض. فقد وضعت هذه النظرية، وضعت سنة 1912 من قبل الجيوفيزيائي وعالم الأرصاد الجوية ألفريد ويجنر، وقد فسرت أيضا لماذا تتشابه أحافير النباتات والحيوانات والتكوينات الصخرية المتماثلة على الرغم من تواجدها في قارات مختلفة. يعتقد ويغنر أن القارات كانت جزءا واحدا، إير كونتينون، وهي كلمة ألمانية معناها أصل القارات قبل أن تنقسم وتنجرف إلى مواقعها الحالية. وبالرغم من أن معظم ملاحظات ويغنر عن الصخور والأحافير كانت صحيحة، إلا أنه كان مخطئا بشكل مفاجئ ببعض النقاط الرئيسية. فعلى سبيل المثال، توقع بأن القارات قد اجتاحت المحيط كما تجتاح الكاسحات الجليد. قال هنري فرانكل، أستاذ فخري في جامعة كانساس سيتي ومؤلف كتاب من 4 مجلدات وهي جدلية الانجراف القاري، قال: المفارقة في الاعتراض الرئيسي بأنه لا وجود لآلية لتحرك القارات، وبأن الصفائح التكتونية قد قبلت ذلك من دون أي آلية. وعلى الرغم من دحض نظرية ويغنر عن الانجراف القاري، إلا أنه قد قدم فكرة تحرك القارات للعلماء للتفكير بها. وبعد عقود، أكد العلماء بقبول بعض أفكار ويغنر كالوجود الماضي للقارة العملاقة التي تربط اليابسة كلها مع بعضها البعض. ساعدت بانجيا، القارة العملاقة التي تشكلت قبل 300 مليون سنة وكانت مسؤولة عن لغز الأحافير والصخور، بويغنر على وضع نظريته. يقول فرانكل عندما عرض ويغنر نظرية الانجراف القاري، إن العديد من علماء الجيولوجيا كانوا من المعارضين لها، حين كان تفكيرهم يتركز على فكرة أن الجبال العظيمة في الأرض تشكلت من التبريد والتقلص منذ نشأة الكون. وعند الأخذ بالحسبان، الأحافير المتماثلة في القارات مثل أمريكا الجنوبية وإفريقيا، تذرع العلماء بجسور تصل بين القارات والتي قد اختفت تحت البحر. وأضاف فرانكل: تجادل الباحثون حول الجسور البرية إلى حين ظهور نظرية الصفائح التكتونية وتطورها. وعلى سبيل المثال، بدأ العلماء المختصون بإدراك أن الحجارة القارية كانت خفيفة جدا لتغرق في قاع المحيط. وبدلا من ذلك، اقترح العلماء بأن تقدير التشابه بين الأحافير مبالغ فيه. نظرية الصفائح التكتونية هي نظرية مقبولة على نطاق واسع، وتنص على أن قشرة الأرض تكسرت لتتحول إلى صفائح صلبة متنقلة. اكتشف العلماء حواف صفيحة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بواسطة المسح المغناطيسي لقاع المحيط من خلال شبكات استماع زلزالية بنيت لمراقبة التجارب النووية، وأشارت أنماط التيار المتردد للمغناطيس إلى شذوذ في قاع البحر في مكان ما، حيث وجدت المواد الجديدة لهذه الصفائح. وأظهرت المعادن المغناطيسية بأن اصطفاف الحجارة في القارات قد تحركت من جانب بعضها. كما وأن نظرية الانجراف القاري تتوافق مع الأحافير للحيوانات والنباتات المتشابهة التي وجدت في قارات متباعدة. ما هو الدليل على نظرية الانجراف القاري؟ خريطة القارات هذه أوحت لويغنر للبحث عن شرح للتاريخ الجيولوجي للأرض، حيث تدرب كخبير أرصاد جوية وكان مفتونا بالتشابك المتناسب بين شواطئ إفريقيا وأمريكا الجنوبية. فقام بتجميع قدر من الأدلة ليظهر بأن القارات الأرض كانت عبارة عن قارة واحدة عملاقة. عرف ويغنر بأن أحافير النباتات والحيوانات مثل المستحاثات يمكن العثور عليها في العديد من القارات، وأيضا قام بمطابقة الصخور على جانبي المحيط الأطلسي كقطع الأحاجي مثل جبال الأبالاش في الولايات المتحدة الأمريكية وجبال كالدونيان في اسكتلندا وطبقات كارو في جنوب إفريقيا وسانتا كاترينا في البرازيل. وعلى الرغم من الأدلة القطعية والتي لا تصدق لنظريته، لم يعش ويغنر ليراها تحصل على قبول واسع، حيث توفى عن عمر يناهز 50 عاما في رحلة استكشافية إلى غرينلاند سنة 1930.